إن لله وإنا إليه راجعون لا يفوتنا أن نتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار بمحافظة سوهاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزل على قلوب أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله تعالى أن يشفي المرضى والمصابين، ونسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على الأمور لما فيه مصلحة البلاد والعباد، ونسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا العزيز الغالي مصر من كل مكروه وسوء، وأن يجعل بلدنا الكريم بلدا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين.